وهذا رجل يقول: اتفق أهلي وأهل امرأة مطلقة على عقد قران عليها، وكنت أنا ذاك لم أبلغ الحلم، ولما بلغت الحلم طلقتها لأني أحب ابنتها، فهل يصح لي أن أتزوجها؟ تحريم بنت الزوجة يكون إذا دخل بالزوجة، وحلها إن لم يدخل بها. قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وذكر الحجور لبيان الغالب وليس قيدا للتحريم، فيجوز زواجها، والله أعلم.